بروحك القدوس يا رب، ادينا نفهم ونعرف يا الله إلهنا، ونحيا لكي ما نحيا ونتذوق ونمتلئ قوة يا الله إلهنا يا رب. شفاعة الست العذراء والنور كل قديسيك، اجعلنا مستحقين قلب الشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. باسم الآب والابن والروح القدس إلى الواحد أمين. معلش أنا عايزكم تطلعوا قدام عشان أحس إن أنا أقدر أتواصل معكم، فممكن الورق يطلع قدام والبنانيت الحلوين اللي هنا لازم تتفكوا انتوا كده، الشلة بتاعتكم دي مزنقين في بعض، انتوا حاسين الدنيا ساقعة ولا ايه؟ اطلعوا قدام، نطلع قدام، نطلع قدام، ولازم تتفكوا من بعض شوية كده، مش هينفع كده، خفوا عن بعض، يلا اطلعوا، اتفضلوا، اتفضلوا الشباب. نطلع قدام، نطلع قدام، نطلع قدام جيرمي، نطلع قدام، نطلع قدام يا حبيبي. حاضر 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 عشان خاطري، عشان خاطري. حاضر حاضر، معلش اطلع قدام، اطلع قدام، بلاش لا دي الشتاء، بلاش بحزم لا دي، حاضر عشان خاطري، حاضر عشان خاطري، حاضر عشان خاطري، حاضر عشان خاطري، متشكر خالص، حاضر. انا متشكر خالص، اللي اظن النص ده كله، النص ده كله صدقني انا حجزه لكم عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري يا شباب. بيشو تعالى يا بيشو، مايكل، مايكل، اسم الصليب عليكم، اسم الصليب عليكم. تاني كمان دكتين كمان، صدق الدكك الحلوه دي، اطلع بيشو قدام يا بيشو، خد الشله بتاعتك قدام يا ولاد، يا واد تعالى الدكه دي بالذات، تعالى مينا، يلا مينا، مينا سامي، اطلع اطلع قدام، ها 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 ها، تعالى يا مينا، تعالى يا حبيبي، ايوه. لا بسيبه هو حر، مش بالعافيه، لكن انا بنترجى، بس نترجاهم، تعال، ايوه صدقني الدكه اللي انت فيها دي حلوه، صدقني انا كنت لو منك كنت قعدت فيها، حلوه هي حلوه. هو بص افهمكم حاجه، يعني ساعات الشيطان بيخلينا ايه، الواحد يبقى قاعد ملقلق كده، اقعد نص نص اسمع ولا ما اسمعش، فعايز رجل بره ورجل ايه جوه، فاقعد ورا اراقب كده، ففي ايه، فوانت ايه اقعد اراقب، الواحد بيبقى مش مدي انصات الاستعداد بتاعه، فيبتدي كلمتين او يتكلم او يحكي مع الشله اللي يا بنتي اللي بنقول يحكي مع الشله اللي جنبه والموبايل اللي وراه، بعدين جيتوا امركم لله، جيتوا خلاص، ها فركزوا، يمكن تطلعوا فايدة روحية، لأن انتوا جايين ومفروض هتاخدوا فايدة روحية، ودماغكم كله فيها ان انتوا هتاخدوا فايدة روحية. ركزوا وشيموا الصليب وقولوا يا رب احنا جينا كنيستك، لا ابونا الطويل ولا ابونا القصير ولا ابونا الحلو ولا ابونا الوحش، احنا جايين لك انت، ها واخدين بالكم؟ مش كده يا باشمهندس مينا؟ صح كلام مظبوط ولا انا بقول اي كلام معاهم؟ هنركز معاك نسمع كلمتين، اوكي؟ فركزوا معايا، ماشي ماشي هناك، هقفله حالا دلوقتي. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد حلول الروح القدس. معلش اقفل بس الموبايل عشان نخلص منه، بس الحمد لله. بمناسبه حلول عيد حلول عيد حلول روح القدس، ايه الروح القدس؟ هل الروح القدس ده عيد عقائدي وعيد بيعني نفهم العقيده وخلاص، ولا العيد ده يهمنا؟ اطلعوا قدام يا شباب اللي جاي، معلش يا باشمهندس مين اللي جاي يدخله يطلع قدام. هل العيد ده وحلول الروح القدس ده حاجه تهمنا كلنا عشان الحياه بتاعتنا اليوميه الديلي طول النهار هنعيش ازاي، وتخلص خلاص نفسنا وصلنا للسماء، ولا دي معلومات ان الاب والابن والروح القدس، الروح القدس هو روح الله حل علينا مش عارف ايه لما ايه،
كلمتين وخلاص، والآب في السماء والابن، ايه رأيكم؟ ايه أهمية ان يبقى فيه روح قدس؟ عايز دردش معاكم، ركزوا معايا ودردشوا، واللي عايز يقول اي حاجة يقولها، حتى الله يغلط يغلط وماله، وندردش مع بعض. هو اللي بيبقى كده، يبقى هو سكن الله، سكن الله فينا عن طريق الايه؟ الروح القدس. في آية بتقول كده، أنتم هيكل الله وروح الله القدوس ساكن، يعني الله ساكن فيا، الله ساكن ساكن فيا. ما تيجي قدام هنا اهوت، انا حاسس انتوا كتار على الدكه، خمسه على الدكه كتار، تعالوا اهي 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 انه صدقوني بشويش بشويش على الجدعان، اصل اول ما تقرب مني اقول لك انت بمزاجي. ها كده حلو خالص، ايوه كده. فالله ساكن فيا، ساكن دي بجد بجد، يعني الله يبقى ساكن فيا بجد. في آية المسيح قالها، لا أترككم يتامى، وعشان كده هيبعت لنا الروح القدس. احنا معنا شاشة نقدر نطلع عليها الآيات، كلمة يتامى هتلاقوها في يوحنا 14. ليه الروح القدس لما هيجي مش هنبقى يتامى؟ مين يعرف يعني ايه لا أترككم يتامى؟ لدرجة المسيح بيقول لهم خير لكم ان انا انطلق، لاني لو ما انطلقتش مش هيجي الروح القدس، فلازم انطلق عشان يجي ايه؟ روح القدس. يعني روح القدس ده مهم جدا. ويقول يتامى، هسيبكم يتامى، لو يعني ايه يقصد بيتامى دي؟ ايه يقصد بيتامى؟ في وحدة صح وفي ضعف وكل حاجة، بس ليه يتامى؟ ليه لو ما جاش الروح القدس نبقى احنا يتامى؟ رعاية من مين؟ من الله. مين؟ الآب. عشان كده احنا بعد حلول الروح القدس في العهد القديم ما كانش حد بيقف يصلي ويقول يقول يا أبانا الذي في السماوات. هيقول أبانا الذي ليه؟ ما يقدرش يقول أبانا، ما يقدرش يقول يا أبي. أبي دي أبويا، كلمة أبويا دي لها معنى، مش يا بنت يا بنت خليكي معايا، يا أبي دي لها معنى. لها معنى إيه؟ يا أبانا الذي في السماوات لها معنى. إيه معناها؟ حد عارف آية تانية بتقول إن الله بيتعامل معانا كأب، ومش أب وبس، وأب صالح؟ بيقول أي ابن منكم يطلب من أبوه بيضة فيديله إيه؟ عقربة. أو يطلب سمكة فيديله حية، أو يطلب خبز فيديله حجر، يروح ماسك الحجر ويروح إيه؟ خبطه بيها. هل ممكن أب يكون كويس يعمل كده؟ مش ممكن. ولو في اب بيعمل كده يبقى مجنون، خد بالكوا. لكن ما فيش اب، الطبيعه بتقول كده، ان الاب يهتم بايه؟ بابنه. فلما اقول له يا ابانا معناه انه هو هيهتم ايه؟ بيا وبيحبني. فبيقول كده في الكتاب المقدس. انت هتطلعوا الايات ولا لا؟ هتعملوا سيرش وتطلعوا الايات شباب. ها، فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان طاعته أولادكم عطايا جيدة. إذا كنتوا أنتوا بشر وأشرار، ما فيش واحد يقدر أنا يعني مية مية، إحنا أباء بس برضو إيه يعني على قدنا يعني، وأنتوا بشر تقدروا تدوا أولادكم عطايا جيدة، حسب كل واحد حسب فهمه. ساعات أب فهمه كده، لكن هو إيه دايما هيدي ابنه العطية لإيه جيد. طب وانت تدي ايه يا رب؟ ده الاب البشري يدي اعظم عطيه. طب والله بقى الاب بقى يدي ايه؟ ايه رايكم يدي ايه بقى؟ الاب السماوي يدي ايه؟ فكان بالحيري الاب السماوي هيعطي اعظم عطيه.
ايه هي العطية العظمى دي؟ روح القدوس يسكن فيا، يخليني ابن له، ويديني كل ما للآب، يديني من الخيرات العظيمة بتاعته. يديني ايه؟ يديني اكل، يديني شرب. يا بنتي انت، يا بنتي صح صح يا بابا حبيبي خليكي معي. هيديني اكل، هيديني شرب. لا مش اكل ولا شرب، اكل وشرب دي بيديها. هل الله بيدي اكل وشرب للمسيحيين بس؟ لا، ده امم الارض كلها بيديها. امال ولاده بقى اللي هم بيقولوا يا ابانا، ده يديهم الروح القدس. الروح القدس يدي ايه بقى؟ يدي عطايا تانية خالص، عطايا سماوية عجيبة. عايزكم تتخيلوا ان في واحد غني جدا 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 راح يتبنى ابن. فلما اتبنى ابن، طفل صغير خده عشان يتبناه. وبعدين لما اتبناه ابتدى يهتم بيه، وابتدى يحطه بين ولاده، وابتدى ياخد باله منه. وبعد شوية الواد قال له يا بابا. تفتكر بيقول له بابا ليه؟ ليه بيقول له يا بابا؟ ها؟ هو اللي مراعيه. ها؟ حد تاني يقول حاجة. الواد طلع لقى الراجل ده بيحبه. فأهم عطية يهتم بيه، بيرعيه، بيحبه. وابتدى يحس ويآمن 100% ان ده ابوه. عمره ما خذلني، عمره ما حرمني، عمره ما ضحك عليا، عمره ما خدعني واداني حاجه وحشه. بيهتم بيا وينصحني صح ويعلمني صح. فابتدى يقول له يا بابا. والاب ابتدى لما يقول له يا بابا ابتدى فرحان بيه، لانه هنا ابتدى ايه؟ يقبل ايه؟ الابن ابتدى يقبل ايه؟ يقبل ابوه وتابوه. طب لو الابن ده، الراجل ده راح جاب ابن كبير شوية، واد كبير شوية 16-17 سنة، والواد ده واد جايبه من الشارع كده، والواد ده يعني ايه، اخلاقه مش تمام وسلوكه مش تمام، وعايز يقعد في السرايا بتاعت الراجل ده يخبط بمزاجه، يا ابني خليك كويس، وقول له يا ابني هو كده اذا كان يعجبك، لا يا ابني مش عارف ايه، لا مش ايه، مش هعمل غير كده. بعد شويه الاب يقول له يا ابني طب وبعدين؟ يقول له هو كده. وبعد شويه الابن لقى نفسه ما مش ابن، لانه رافض ايه يقعد مع مين؟ مع ابوه، مش قابل ابوه. فلازم الابوه يكون فيها ايه؟ الابن يقبل، والاب ايه؟ يظهر عناية ومحبة. لازم الابن ايه؟ يقبل ابوة الاب، ها؟ والاب يظهر رعاية وايه؟ ومحبة. الاب هيظهر رعاية ومحبة. عشان كده المسيح قال اللي يؤمن بيا، ها؟ يقول ايه؟ الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. فاحنا كاولاد لله لازم ايه بقى؟ لازم ايه؟ نقبل ونآمن بيه ان احنا حابين الاب ده وعايزين الاب ده، حابين الاب ده. ثواني في الاخر خالص، نصراحة حابين الاب ده وعايزين الاب ده. فالمسيح له المجد جه واعلن لنا. لما جه المسيح عمل ايه؟ اعلن لنا عن الاب، اعلن لنا ان الاب قدوس، الاب محب جدا، مات على الصليب، الاب كله طهارة، الاب كله قداسة، الاب صدق، الاب كله صدق، الاب هو الكل في الكل اللي خلق العالم عن طريق الابن. علمنا كل حاجة عن المسيح له المجد. المسيح علمنا كل حاجة عن الاب. فيقول انا اخبرتكم، اخبرنا بكلام الاب. وبالتالي في ناس حبته، حبت المسيح وحبت الاب من خلال الايه؟ خلال الابن. لما حبوه مشي وراه، احنا عايزينك، احنا بنحبك، احنا عايزين من الطريقة بتاعتك ونبقى زيك، احنا قابلينك. فالمسيح قال لهم بس في ايه؟ لازم تشتروا
لان انتوا عبيد لمين؟ لابليس. فالمسيح اشترانا على عود الايه؟ الصليب لما اندبح عشاننا ودمه سفك من اجلنا وطهرنا بدمه، دفع ثمن خطايانا على عود الصليب وبالتالي طهرنا. قلنا احنا حبيناك، قلت خلاص اثبتوا فيا. يعني اثبتوا فيا، متاكدين ان انتوا عايزين تعيشوا معايا وتبقوا ليا، الاختيار ليكم. الابوه والبنوه هنا مش ايه، خلي بالكم، مش بالعافيه. لو حبني لدرجه مره، مرات المسيح له المجد كان بيتكلم على ان لازم تاكلوا جسد الانسان وتشربوا دمه، ففي ناس كتير ما عجبهاش الكلام ومشت. فلما المسيح شاف كده بص للتلاميذ الاثناشر وقال لهم انتوا كمان لو عايزين تمشوا مشوا. مش بيغصب حد المسيح، لو المجد مش بيغصب ايه حد. فلازم قبول الابن يقبل، ها يقبل، يقبل انه يبقى ابن والاب يرعى. هنا حب الله لينا ظهر على ايه؟ على عود الصليب. احبنا، حبنا اولا. بعد كده المسيح له المجد خد جسدنا وصعد بيه للسماء، لان احنا بقينا في المسيح، ثبتنا في المسيح وبقينا للمسيح، واتحدنا بالمسيح من خلال المسيح اتحدنا بيه. فبقينا لما شاف الاب البشريه متحده بالمسيح، فاعطانا هنا هو، قال له ايه؟ اقول له مثلكم بالظبط زي ايه؟ زي واحد راح اتجوز وجاب عروسته ودخل على ابوه طبعا العروسه جديده على ابوه، لكن ابوه قال له يا ابني دي مين دي؟ قال له دي عروستي. قال له اهلا يا بنتي، ورحب بها كبنت ايه؟ له ليه؟ لانها اتحدت بابنه. فاحنا البشريه بتاعتنا اتحدت بمين؟ بالمسيح له المجد. بقينا العروس، الكنيسه هي عروس ايه؟ عروس المسيح. كل نفس فينا حبت المسيح ومسكت فيه وامنت بيه، بالتالي بقينا ابناء بالتبني. بقينا ابناء بالايه؟ بالتبني. فالله ادانا العطيه العظمى اللي هي روح القدوس. روح القدوس ده بقى اللي هيقوي ويثبت ويخلينا ابناء. انا كان نفسي اوريكم حبه ايات في انجيل اصحاح 16 في انجيل يوحنا، زي ما احنا من اول ايه من اول ايه من اول ايه 15. بصوا كده من ايه 15 يقول ايه؟ يقول ايه؟ الروح القدس كل ما للاب هو لي. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ المسيح له المجد، لان الابن واحد مع ابوه. المسيح الاب والابن واحد، يقول عليه واحد في الجوهر. فكل ما الاب هو لي، لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم. وبعد كده يقول ايه؟ فعلى يقول هنا هوت، نكمل بعد كده شوية، نطلع شوية نكمل بعد شوية آية 23 أو آية 22 23. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. ذلك اليوم اللي هيحل فيه الروح القدس مش هتسألوني شيء. يقصد إيه بقى لا تسألونني شيئا دي؟ كانوا هما الأب بيحبنا، الله بيحبنا ولا ما بيحبناش؟ الله عايزنا ولا لا؟ هيهلكنا ولا مش هيهلكنا؟ هيعمل فينا ليه الله؟ لكن في ذلك اليوم لما حل الروح القدس هيتغير الامر. مش هتسالوني شيء. ها؟ الحق الحق اقول لكم كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. بقينا ابناء. بقيت ابن، فبالتالي واثق في ابويا. انا قلت لكم من شويه لما واحد يتبنى طفل بعد شويه اهتم بيه واعتنى بيه وكبر وهو بيحبه، بعد شويه الطفل بيتصرف انه ابوه بيطلب اي حاجه بجراءه، وهو ايه؟ هو متاكد ان ابوه مش هي ايه؟ مش هيرده. فكده هنوصل لان كل ما طلبته من الاب باسم يعطيكم. يعني يا رب ما انا طلبت قبل كده ان انا مش عارف اشتغل فين
وما اديتنيش. لا ما بتكلمش على ديت. دي الحياه اليوميه ديت، نجحت ما نجحتش، عملت، بيدخل فيها ظروف كتيره، بيدخل فيها ذاكرت ولا ما ذاكرتش، بيدخل فيها قد مشيئه ربنا في موضوع اشتغل في الشركه دي ولا ما اشتغلش، قد يكون الله له مشيئه ثانيه، ها دي حاجات ثانيه. لكن كل ما طلبته من الاب باسم دي، يعني هتاخدوا حاجات عطايا اعظم. بمعنى الواد اللي اتربى في بيت كابن في بيت بعد ما تبناه الراجل الغني ده، لو الواد ده كل شويه مش عايز من ابوه غير عجله، عربيه، اديني فلوس، اديني مش عارف ايه، بعد شويه الراجل يبص له كده يقول له يا ابني انا عايز اديك مستقبلي، انت شايف المصانع الكتيره دي؟ انا عايزك انت تبقى مسؤول عنها. انت شايف انا عايز شخصيتك تتطور، انا عايز اروح اعلمك في احسن حته. والابن له لا انا مش عايز ده كله. فاذا يهمه المستقبل بتاع ايه؟ بتاع ابنه. مش يهمه بس ايه؟ كلت ايه النهارده؟ لعبت بايه النهارده؟ زملاتي جبت لي ايه؟ اديتني فلوس كتير عشان اروح مش عارف رحله فين؟ فهنا بيقول كل ما طلبته من الاب باسمي، بيتكلم على الحياه الابديه والمستقبل. ها؟ خليكم معايا يا اولاد، خليكم معايا يا اولاد. فاذا حياتنا الابديه هنطلب من اجل حياتنا الابديه من المسيح، هنطلب من اجل السلام السمائي يملا من قلوبنا، هنطلب من اجل شخصيتنا تتملي تبقى زيه هو، هنطلب من اجل ان احنا نعرفه، هنطلب ان احنا نبقى زيه زيه في المحبه، زيه بنحبه، عايزين نبقى زيه على صورته ومثاله. هنطلب حاجات كبيره، هنطلب حاجات كبيره. عشان كده بقول كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم، الى الان لم تطلبوا شيء. ازاي يعني ما طلبوش الرسل؟ الرسل كانوا طلبوا 100% يعني، وصلوا قبل كده. لكن هنا بيقصد ايه؟ هنا يقصد ايه؟ كل ما طلبتم من الاب باسمي يقصد الحاجات الكبيره دي كلها. فهل انا مهتم بمستقبلي وبحياتي وبخلاص نفسي وبسلامي وبشخصيتي الحلوه وباستقامتي والحاجات الحلوه دي كلها والبركات السماويه اللي ممكن اخدها، البركات السماويه اللي ممكن اخدها ويدهاني، ولا انا لسه بطلب؟ ها زي مش عارف عايز ايه، زي عارفين مين الابن الاكبر اللي في قصه الابن الضال اللي راح طلب ايه؟ قال له ما اديتنيش جدي اروح يقول له يا ابني كل ما لي فهو لك. التاني يقول له ايه؟ انا مقموس. مقموس ليه؟ يقول له ما اديتنيش جدي اروح مع اصحابي. هو ده الموضوع كله، جدي ده البيت ده كله بتاعك انت. فاذا الله هنا عايزنا نطلب، بس نطلب على ايه؟ على كبير. نطلب من اجل خلاص نفسنا، نطلب من اجل ان احنا نبقى مثمرين، نطلب من اجل ان احنا نبقى في قداسه في طهاره، شخصيتنا تبقى زي شخصيه يوسف الصديق، نبقى في المجتمع مؤثرين. وده اللي عايزه مننا. الى الان لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا. عايز يبقى لينا فرح، والفرح ده يبقى فرح كامل من جوه. كل دي عطايا الروح القدس بقى. ليه؟ لان ثمر الروح القدس مين يعرف؟ المفروض دي ايات سهله، انتم المفروض عارفينها. محبه، خلي بالكم بس لما اقول ثمر مش ثمار، خلي بالكم ثمر الروح القدس مش ثمار، لان المفروض كلها تبقى فينا مش حاجه واحده. محبه، فرح، سلام، وداع، تعفف، لطف، صلاح، ايمان، كل دي عطايا عظيمه جدا تخلي الانسان يعيش وهو مبسوط، ما يعيش وهو كئيب، ما يعيش وهو شخصيته مهزوزه، يعيش وهو باصص للسماء. فهنا بيقول لنا لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا، ليكون فرحكم كاملا. يقول في ذلك اليوم آية 26 تطلبون باسمي، يعني تقولوا له احنا بتوع المسيح، بنطلب باسم المسيح، في المسيح يسوع بنطلب، احنا اللي حبينا يسوع واحنا اللي امننا بيسوع وبنطلب باسم المسيح. تطلبون باسمي، ها تطلبون باسمي
فين الآية 26؟ ولست أقول إني أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم كم أحببتموني. يبقى إذن لازم يبقى لنا علاقة بمين؟ خلي بالكوا هنا اللي بيسأل على الثالوث القدوس، أهو الثالوث أهو، ليه علاقة بالابن اللي هو المسيح، ها؟ عشان كده الآب ما يعرفنيش برا المسيح، الآب ما يعرفنيش برا المسيح، ها؟ واخدين بالكم؟ يعني إيه المسيح؟ يعني وصايا المسيح، يعني مناولة المسيح، المناولة ناخدها، يعني اعترافي بخطيتي واللي قاله كل المسيح كله، واخدين بالكم؟ فهنا المسيح، هنا المسيح له المجد، جه وادانا وصاياه وعلمنا حاجات كتيرة قوي، علاقتي ايه ووضعي ايه من المسيح له المجد واللي قاله المسيح. يبقى اذا علاقتي بالمسيح لازم تكون اوكي. احكي لكم حكاية صغنطوطة في دي، الروح القدس ده عشان يجي بيتنقل لنا، بس هيتنقل عن طريق مين؟ المسيح. زمان كان إيليا النبي، وحصلت القصة مع إليشع لما مات ابن الشنامية وابن ست تانية اسمها أرملة الصرفة الصيدة، فيقول انه اتمدد عليه بحيث اتنقلت، لما اتمدد عليه وقعد يصلي اتنقلت الحياة لمين؟ للطفل الميت. دي كانت إشارة سمح بها ربنا، الحياة هتتنقل لنا بالروح القدس من مين؟ المسيح، لأن المسيح هو إيه؟ هو الحياة عن طريق الروح القدس، ها؟ الروح القدس يحيي، يحييني عن طريق علاقتي بالمسيح. ففي ناس ما لهاش علاقة بالمسيح، لا بتصلي ولا تقرب من ربنا، ولا له علاقة بالإنجيل، عايز حياة أبدية، نقول له تاخدها زي الحياة الأبدية. هتاخد الحياة الأبدية ازاي وانت بعيد عن السورس بتاع الحياة الأبدية؟ سورس الحياة الأبدية هو مين؟ هو المسيح، خضوعك له، محبتك له، وجودك في الكنيسة، في القداسات، اتحادك بيه عن طريق القداسات والتناول. فهنا علاقتك بالمسيح هي اللي ايه؟ هي اللي هتخليك الروح القدس يعمل فيك. فيقول لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت. أوكي؟ بعد كده يقول تتفرقون، خرجت من عند الآب وأتيت العالم وأيضا أترك العالم وأذهب للآب إلى آخره. نكمل ننزل لآخر الأصحاح كده، ننزل للآخر خالص. طيب بعد كده أنا نفسي أوريكم حاجة في أصحاح 17. 17 من أول آية، آية 14، آية 14، قدسهم في حقك، أو آية 14، أنا قد أعطيتهم كلامك. من شوية بقول لكم لازم يبقى لي علاقة بمين؟ المسيح له المجد. تقول يعني ايه علاقة؟ اهو بيقول اهو، انا قد اعطيتهم ايه؟ كلامك، والعالم اعطيتهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم، الى اخره. يقول بعد كده قدسهم في حقك. ايه الحق اللي قدسهم فيه ده؟ وصية ربنا، هي دي الحق. قدسهم فين؟ يعني زي ما بتسمعوا مثلا واحد ماشي في شر، في نجاسة، في كذب، في لف ودوران، ده يبقى ده مقدس ده في حق ربنا؟ مش ممكن يكون ده ايه؟ مقدس في حق مين؟ ربنا. عشان كده بيقول قدسهم في حقك، لازم مقدسين في حقك. ها؟ نكمل بعد كده الايات اللي بعديها. الايه في قبلها ايه بيقول ايه؟ هنا هو تقول ايه؟ ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. يعني إيه ليسوا من العالم؟ ما إحنا بشر من العالم. يقصد ليسوا من العالم في طبعهم. أنتوا مش أشرار. تقولي ده أنا بغلط، ده أنا خاطي، ده أنا خاطية. بتغلط، لكن أنت رافض الشر،
بقالك أب من ساعة ما الروح القدس حل فيك في المعمودية، الروح اللي فيك ده خلاك بتحب الأب بتاعك. أنا حكيت لكم من شوية كان في قصة زمان ويمكن اتعملت فيلم أو مسرحية عن واحد اتبنى بنت همجية كده، وحاول إيه إن هي هو راجل اتيكيت خالص، وحاول يعلمها الاتيكيت، والتانية التانية مش عارف همجية بطريقة مش معقولة. فما ينفعش يبقى الراجل دوت اللي هو ايه الراجل الاتيكيت ده كله يبقى ابنه همجي كده، فعشان كده لازم يتقدسوا في حقه. فبيقول لا استأثر ان تأخذوا من العالم، عشان كده احنا مش من العالم. فبياخدنا من العالم؟ لا، ده انا عايزكم تخمروا العالم، العالم كله يشوفكم وتبقوا انوار في العالم، تبقوا انوار في العالم. الكل يشاور عليكم يقول دول ولادي، دول ولاد المسيح، دول ولاد، دول ولاد السماء، دول المبروكين، دول مقدسين، دول اطهار. عشان كده بنحزن لما نلاقي سوري في واحد، سوري ولا واحده يجي اسمه في الجرايد مش عارف كان عمل ايه ولا سوى ايه في حادثه ولا بتاع ولا في اجرام ولا حاجه، واحد يبقى حزين. مش ده ابن المسيح، مش دي بنت المسيح. ها؟ فعشان كده لستم انتم مش من العالم، بقينا لينا اب، والاب بتاعنا ده بنحبه جدا وما نحبش نزعله وما نحبش ننفصل عنه. خليك معايا يا جدع، انت حلو انت، ها الله يخليك، سيبه حتى لو شغلك هو مالكش دعوه بيه. واخدين بالكم؟ عايزين احنا نبقى شايلين اسم ابونا، شايلين الاسم الاب اللي دعي علينا، شايلين اسمه. فعشان كده يقول كما قدسهم في حق كلامك هو حق، وانا مش عايزك تاخدهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما ان انا لست من العالم. اي 20، خلي بالكم اي 20 يقول ايه؟ ولست اسال من اجل هؤلاء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. مين دول؟ مين يعرف الاجابه؟ مين دول الذين يؤمنون بي بكلامهم؟ البنانيت صحيين ولا لسه بتضحكوا مش دريانين؟ ها حد صحصح من البنانيت يقول لي الايه دي معناها ايه؟ ها هي سهلة، تهيألي مش صعبة. خلي أقولها تاني الآية. ولست أسأل من أجل هؤلاء. مين هؤلاء الأول؟ لست أسأل من أجل هؤلاء بل كمان من أجل إيه؟ بل أيضا من أجل الذين يؤمنين بي بكلامهم. مين هؤلاء ومين؟ أنا عارف إنك عارف بس عايز حد يكون مصحصح هنا من التلاميذ. ومين بقى يؤمنون بي بكلامهم دول؟ إحنا الأجيال اللي جاية اللي هتؤمن من خلال الإيه؟ التلاميذ. ها؟ ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك. شوفوا المسيح عايزنا إيه؟ المسيح عايزنا كلنا نبقى واحد في المسيح. يعني أنت تبقى مع المسيح تتحد بيه. أنت تتحد مع مين؟ زي الآب ما هو متحد بالابن. بصوا الكلام، بصوا الكلام شكله إيه؟ فانت وانت هتسعوا ان انتوا تبقوا في قداسه عشان تفضلوا متحدين بالمسيح. هتقولي بس صعب عليا، اقولك ما الروح القدس هيكمل، الروح القدس هيتوبك، هيتوبك. هيقولك لا، هتلاقي نفسك متغاظ من فلان اللي عمل فيك المقلب الفلاني ومصمم تعمل فيه كذا وكذا. فالروح القدس هيشتغل جواك لما تكون بتاع صلاه. الروح القدس يقولك يا اخي خلاص، يا اخي يا اخي معلش، ما انت يا ما عملت، ما سامحه. هتقف تصلي ازاي بعد ما تعمل في المقلب دوت؟ طب ما ايه تقول يا رب اغفر لي واغفر له. طب يعني المره دي ايه، بلاش المره دي تعمل كده، طب اتأنى شويه. يبقى الروح القدس بيشتغل فينا. ده حاجه اسمها بأنات لا ينطق بها. ايه الأنات دي بقى؟ دي هتلاقوها في رساله روميا، يقول الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق. بأنات يعني بشغل داخلي جوه النفس كده. حد فيكم شاف الموضوع ده او حسه ان روح الله جواه
يكلمه يقول له بلاش يا أخي، اعمل كذا أفضل، أو اعمل خير، فلان ده متضايق أو تعبان قول له كلمة حلوة، اتصل بفلان، حد غلبان في الطريق معلش ساعده، اقف جنبه، في زميل ليك مكسور ولا تعبان ولا عنده حالة حزن ولا مرض ولا حد مات له ولا بتاع، قول له كلمتين حلوين. يبقى هنا الروح القدس بيعمل ايه؟ يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، عشان يخلينا زي مين؟ على صورة مين؟ صورة الله. يبقى احنا خدنا الروح القدس اللي يعمل فيه ويخلينا على صورة الله. بس كل ده ما يجيش غير بحاجة واحدة، لما نكون بنصلي. واحنا بنصلي لها معنى، ان احنا نقول له ايه؟ نقول له يا ربي عايزين روحك القدوس يخلينا على شبهك ومثالك، يبقى زيك. انا بشتكي لك نفسي، انا ببقى حقود كتير وببقى اناني كتير، وببقى كتير خالص الاقي فيها شر، الاقي فيها بحسد غيري، الاقي فيها يا ربي عدم ايمان كتير. ممكن يا رب تخليني زيك؟ انا زعلان من نفسي ان انا بعيد عنك. يوم هنا الروح القدس يعمل ايه؟ ها؟ يساعدك تمسك الانجيل، الانجيل يشتغل فيك وفيكي ويساعدك. كل ما تطلب كل ما الروح القدس يعمل ايه؟ يعمل فيك. مش عايز اطول، لكن انا هختم بقصة حكاها الانبا رفائيل، سيدنا الانبا رفائيل. كان سيدنا الانبا رفائيل بيحكي بيقول الروح القدس ده بيشتغل فينا زي مثال. عارفين يعني ايه مثال؟ عارفين المثال ده اللي هو بيجيب حجارة ويعمل ايه؟ تماثيل. بتشوفوا تماثيل ساعات للمشهورين الرؤساء او كده. خليكي معايا بيتي، انا قربت اخلص يا بابا. فيقعد بالازميل ويشتغل في الحجر دوت وينحت فيه، لما يطلع تمثال بالظبط زي صورة مين؟ زي صورة الشخص. فلو جبنا المثال ده وقلنا له ادي حتة صخرة اهي، ها معايا يا اولاد، يا بنتي خليكي معايا يا حبيبي، اعمل لنا من الايه؟ من الصخرة دي تمثال للشخص ده. فيقول ممكن، بس كل يوم يقعد قصاد الشخص ده ساعتين واسلمكم التمثال في ظرف مثلا سنة. نقول له لا كتير. يقول لك خلاص يقعد قصادي 4 ساعات واسلمه في 6 اشهر. نقول لا كتير. طب يقعد قصادي مثلا اكتر 6 ساعات ولا 8 ساعات واسلمكم في 3 شهور. فالروح القدس كل ما بنقف في الصلاة الروح القدس بيعمل ايه؟ القلب الحجر ده يعمل فيه الروح القدس، ها؟ يدوبه ويشتغل فيه بحيث يشكله يبقى زي المسيح. مشكلتنا ان احنا لا عايزين نلعب، وراي الموبايل، ورا مش عارف مين، مشغول، مشغولة، مش فاضي، بكرة، بعده، ما بنقعدش قدام الايه؟ الروح القدس عشان يشتغل فيه. الوقت اللي بيشتغل فيه الروح القدس هو ايه؟ وقت الصلاة، وقت الانجيل، الوقت اللي انت لوحدك فيه، الوقت اللي انت لوحدك فيه، هو ده الوقت اللي بيشتغل فيه الروح القدس. ساعات احنا كله حلو، كله حلو، نعمل اي حاجة، نطلع اجتماعات، نطلع مؤتمرات، نطلع رحلات، بس نقعد لوحدنا لا اخاف اقعد لوحدي في اصلي، ولو قعدت لوحدي ساعات الواحد دماغه ايه؟ ينشغل يفكر في حاجة وحشة. فعشان كده، عشان كده الروح القدس ده عشان يشتغل عايز مننا ايه؟ عايز تدريب ان انا اقدر احط في الصلاة، امسك المزمور. تقول لي ما انا بصلي مزامير. طب بتصليها ازاي؟ قولي زي ما كانوا محاولين. انا حافظ من سنة 5 ابتدائي مزمور رفعت اليك يا ساكن السماء وزعني. لك لا يا حبيبي مش هو دوت. عايزك تصلي بالروح وبالقلب وبالذهن، تصلي وانت بتعني الكلمة اللي بتعنيها، تصلي وتطلب وتتضرع وتقول يا روح الله لا فيا، انا عايز ابقى كذا وعايز ابقى كذا. والمزمور وانت بتقوله يطلع من بقك وعقلك وبعد شوية يطلع من قلبك. هتقول لي ما انا زمان بصلي كده. كنت عيل صغير وكنا بنحفظك ونديك جايزة، انت كبرت بقيت شاب، ما ينفعش تصلي بنفس اسلوب الاطفال الزغنطوطة.
ما ينفعش. بيقول لما كنت طفل كنت كالطفل بتصرف، لكن لما اصبحت رجل ابطلت مال الطفل وبقى ايه؟ وبقى قدامي حاجة تانية. لما تقعد تقرا الانجيل اقعد اقرا الباراجراف مرتين ثلاثة أربعة ودور على حاجة تلمس قلبك تفهمها تسأل فيها تعرفها لما تعدي على كلمة زي كلمة تحنن يسوع، وقف عند تحنن يسوع، وقف عند تحنن يسوع، يسوع بيتحنن وانا عايزك تتحنن عليا، وقف عندها. لما تقف عند اي حاجة تلاقي الروح القدس بايه يبتدي يشتغل معاك، لان الروح هادي وديع ما يشتغلش في الزيطة والجري والهيصة ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال ماشي. تقول ان انا بعمل مسابقات قد كده وبطلع الاول في المسابقات، يا بنت يا اللي قاعده ورا انت جاي عشان ترغي مع صاحبتك ليه؟ خليكي معانا، مش انت جيتي خلاص استفادي. فانا جاي علشان ايه؟ روح القدس، عايز الروح القدس يشتغل فيا. فزي ما اقول لكم المثل اللي قاله الانبا رفائيل، المثال اللي هيقعد شخص قصاده ويقعد ينحت عشان يحول الحجر ده لصورة. ها؟ صورة مين؟ صورة جميلة لله. وبعد شوية كل شوية بيتصور المسيح فيا، ببقى ابن بجد. عارفين ساعات واحد يشوف واحد يقول لك انت ابن فلان او انت ابن فلان بنت فلان، يقول لك عرفتني ازاي؟ يقول له شكلك باين ان انت ابن فلان، شكل باباك بالظبط. بعد شوية روحيا بنتشكل، يبقى البابا كرولوس يقول ده ابن الله بجد. ها؟ البابا شنو ده؟ اصل ده في حكمة ربنا، اصل ده في نعمة ربنا، اصل الانبا ابراهام في حنية. يا بنتي انت يا بنتي اللي بترغي صباح الخير خليك معايا يا بابا. ها؟ انتم مبسوطين ان انا بنقول لكم كده، انا عايزكم تركزوا مش عايزكم تضحكوا، عايزكم تركزوا عشان تستفادوا. ماشي؟ فهنا الروح القدس هيشتغل فيكم. في الدنيا اللي احنا فيها دي الروح القدس بيشتغل فيها بيشتغل فيها بيشتغل فيها بيشتغل فيها بيشتغل فيها. لما يجي روم رايح السماء يبقى الشبه بتاعي ايه؟ شبه مين؟ شبه المسيح له المجد. اروح في السماء يعرفوني، وانت شبهه، انت ايه؟ انت شبهه، انت بنته. اوكي؟ فندخل السماء. ما ندخل السماء ازاي بقى؟ ها؟ هندخل السماء ازاي غير بالطريقه دي؟ لو حد فيكم عايز يسال اي حاجه في الموضوع يتفضل يسال. كان في حد عايز يسال؟ نعم؟ قول. بس انا عايز افهمك حاجه، ان كل الاسئله حتى العقديه بتخص خلاص نفسي، العقيده تخص خلاص النفس. قول. هو لا خلي بالك ده سؤال جميل جدا على فكرة، السؤال اللي سأله ده سؤال جميل عشان يختلط على البعض وممكن حد يقول لكم كلام. بيقول فرق بين الروح القدس اللي حل عليه وعلى السيد المسيح. الروح لا طبعا الروح القدس حل عليك بيديك قوة معينة وبيديك، خليكم معايا شباب، لكن انت ما خدتش اللاهوت كله. انت خدت اللاهوت ايه؟ لا ما خدتوش يا حبيبي، لان اللاهوت ما تقدرش تاخده انت، اللاهوت ده غير محدود. خد بالك، زي واحد يقول راح خد نفس، انا خدت الهوا، انا هو اللي خدته، خدت الهوا ده كله. قلت له ازاي؟ خدت الهوا. قلت له يا حبيبي ده انت خدت ازاي يعني؟ خدت الهوا يعني واخد بالك ازاي؟ هتاخده ازاي الهوا؟ تقدرش تاخد الهوا كله، لان الهوا كله ده كتير قوي. انت فاهم ازاي؟ خده خلاص، سيبه 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 سيبه. واخد بالك من اللي انا قلته؟ فالله ادانا مواهب وثمار للروح القدس، ويسكن فينا، بيدي حاجات بالروح القدس ويعمل بالروح القدس فينا. بس مش معنى كده حد يقدر يقول انا خدت الايه؟ اللاهوت. كلمه لاهوت دي كلمه كبيره قوي، كلمه كبيره قوي تخص الالوهيه. اوكي، هو السؤال جميل على فكره.
السؤال جميل، ما يجي ياخده تاني مش هيسيبني. شوف يا يسيبه ويجي ياخده تاني. حد عايز يسأل سؤال تاني؟ لو عايز نسأل لو عندك أسئلة كتير عشان من وقت الاجتماع ممكن حضرها وعناينا ليك. لو في أسئلة عندك كتير هاتها، وعايز تجيبها مكتوبة هاتها مكتوبة. حد تاني عايز يسأل أسئلة تاني؟ حد عايز يسأل سؤال تاني؟ هنروح القدس؟ ازيك يا نردين؟ سيبي بقى، هو بيقول لي كفايه بقى قوم روح اديني الصليب ويمشي، يقول يعني روح خلاص بقى. عايز ايه؟ الواد ده بيعرف ابوه ازاي؟ ها؟ بيتعامل مع ابوه، بيتعامل مع ابوه. لما بيتعامل مع ابوه، ابوه ها بيتعرف على ابوه. لو حد ما بيتعاملش مع ابوه ها مش بيتعامل مع ابوه، لا بيصلي ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيسوي ولا بيطلب منه، هيعرف ابوه ازاي بعد شويه؟ عشان كده الروح القدس اللي جوانا ده خلي بالكم، قال ما تحزنوش روح الله القدوس اللي جواكم وما تطفهوش. كل ما الروح القدس فينا ينمو، اسف من كلمه ينمو، نمتلئ منه، كل ما ايه كل علاقتنا بالله نعرف الله الاب ونحبه اكتر. حد فيكم ممكن يسال يقول لي الشهداء بتوع ليبيا دول ازاي استشهدوا؟ وقتها حاسين بالايه بالله متاكدين منه، وحاسين بالسماء متاكدين منها، وحاسين ان ده الحق. ايه اللي خلاهم ده كله؟ عطايا الروح القدس اللي بحكي. لا انت تاخد ده كمان. واخدين بالكم؟ فالروح القدس اللي جوايا ده اللي يخليني ممكن، انت على فكره لما ترجعوا لتاريخ الكنيسه هتلاقوا في قديسين وقديسات، قديسين وقديسات. يعني مثلا في قديسه اسمها غالبا بوتامينا. القديسه ديت كانت هتترمي للسباع، وكانت حامل في الوقت ده، والقانون الروماني كان يقول ان هي وهي حامل ما تتقدمش آسف مش للسباع، كان للبقرة هيجة زي تور أو بقرة هيجة، ما تتقدمش للإعدام وهي حامل. فقعدت تصلي ويصلوا معاها علشان إيه؟ عشان تلحق تولد وتتقدم مع زملاتها اللي هتقدموا للإيه؟ فالراجل السجان شافها وهي بتتألم ساعة الوضع، فقال لها أنت تتألمي يا شيخة، أمال لما هتتقدمي علشان تموتي هتعملي ايه؟ قالت له لا، وقتها روح الله القدوس هيديني نعمه وهبقى ايه؟ هيبقى فيا نعمه. وفعلا ولدت وتقدمت مع زملاتها. وازاي الناس دول كانوا كده؟ روح الله القدوس كان مليهم، مديهم مين هو معرفه عن الله. في ناس ثانيه مش هنا خالص، ممكن يتكلم عن ربنا ويجدف وهو ليه وبيعمل ايه وبيسوي ايه، الروح القدس مطفي جواه. عشان كده علاقتي بابويا زي الواد الجميل دوت، علاقته بيحس بحب بابا له وبابا بيكشف له حب له، وكل مادة العلاقة بتزيد. وبعد شوية يبقى ابوه فاكر. مرة واحدة جات لي في الاعتراف بتقول لي حاجة، بتقول لي بتجي لي افكار وحشة على ربنا. فرديت عليها رد قلت لها انت ابوك اللي بالجسد، لو حد شتم ابوك بالجسد هتعمل ايه؟ سكتت كده واستغربت السؤال، قلت لها تشيلي ايدك وتلطشي على وشه بيشتم ابوكي هتسكتي له؟ فانت برضه لما يجي لك افكار وحشه رشمي الصليب، ما تخافيش ده ابوكي اللي بتحبيه اذا كان الشيطان جاب لك فكره وحشه. بس ده كله بيجي بالحب، علاقتك به ايه؟ ليك صلوات، ليك انجيل، ليك انجيل بتحبيه، ليك تيجي الكنيسه امتى؟ بتيجي لازم مع زملاتك وتقعد تحكي طول القداس، جاي عشان صحابك ولا جاي عشان المسيح؟ بتدور على قداس هادي تقعد فيه لوحدك انت من غير اصحاب ومن غير ناس، جاي للمسيح مخصوص. كل علاقتك بالمسيح ما تبقى قوية، كل ما الروح القدس يعمل فيك بقوة، كل ما يكشف لك عن السماء وجمالها،
كل ما كل مشكلاتك تبقى متقاط بالروح القدس يحلها لك ويعلمك ويفهمك، كل ما يملك سلام، كل ما يملك محبة، كل ما تقدر تغفر، كل ما تقدر تبعد عن كل شهوة ونجاسة. ليه احنا ضعفاء؟ علاقتنا ايه بالمسيح اللي احنا كنا بنقولها، كنا بنقول من شوية علاقتي بالمسيح ضعيفة، وبالتالي لما علاقتي بالمسيح ضعيفة روح القدس مش مليان منه قوي. اوكي، مش عايز اطول عليكم تاني، وكفايه كده. متشكرين يا ولدي. خلاص ياض، ياض خلاص النهارده، ياض خلاص.